صباح الخير صباح الخير. كنت بنا تكونوا ناسوا مزيان، صبحتوا مزيان، فطرتوا مزيان، والعاد غادي تفطروا مزيان. هذه العشرق الغصباين فقت مع 28 دقائق قبل الرفي بدقائق البروغرام. المهم بالنسبه للناس ديال الباك سمحوا لي كنت بغيت نقول لكم الباك المهم شنو تاكلوا وداك الشيء، ولكن المهم النهار الاول هذا بيضا حد موفق الناس اللي كيدوزوا. المهم الحاجه اللي غنصحكم هي انكم تاكلوا شي حاجه اللي مولفه الجسم ديالكم، ما تاكلوش حاجه جديده، ما تاكلوش بزاف. راه اللهم تمشي فيك الجوع زعما عندك خاويه ولا تمشي كرشك مديرونجيا شي حاجه، انا كنقول لكم زعما شنو اللي افضل. وبالنسبه للتركيز ولا داك الشيء راه سورس ديال الكارب خفيفه كافيه، شي حاجه بحال مثلا بحال شويه ديال التمر مع شويه ديال الزبيب، فهمتي؟ تاخذوا شويه مثلا 11 حتى 15 غرام مع 8 وثاني مع 10. والحاجه اخرى ممكن تاخذوا مع شويه ديال الكركاع. المهم هذه زعما الناس تيجينا لنا فطور خفيف ظريف، ما كاينش اش غتاكلوا بزاف حتى العشيه كاع تجيو هذيك الساعه بغيتوا تاكلوا، ولكن المهم شي حاجه تقدروا تاكلوا. هذا الشيء مثلا واحد 20 غرام ديال التمر، 10 غرام ديال الكركاع مع ديك 8 وثاني نفس الحاجه مع 10، ولا شي شوكولا نوار اللي مولفين ليه. المهم شي حاجه كما قلت لكم اللي تكونوا مولفين عليها. في نهايه المطاف كيبقى غير امتحان عادي كاي امتحان، واخا بنادم تيعطي بزاف ديال الاهميه مزيان زعما يقدر يسهل عليكم بزاف ديال الطرق، ولكن راه ماشي ضروري ان الطريق السهله هي اللي مزيانه عليك. راه تقدر تكون مثلا انك مثلا فهمتي انك ما تجيبش شي حاجه اللي انت باغاها ديك المدرسه اللي انت باغاها، وتجيك مدرسه اخرى واللي يكون لك الخير فيها فهذيك المدرسه الاخرى اللي جات. اللي المهم واحد ما كيعرفش الخلاصه هو ان دير اللي عليك والكمال لا البقيه زعما كماله على الله.